أورد رحمه الله تعالى حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت، أي أخبرني، إن وافقت ليلة القدر ما أقول؟ هذا السؤال أو هذا الطلب، إن وافقت ليلة القدر ما أقول، يدل على أنه متقرر عند الصحابة رضي الله عنهم أن ليلة القدر ليلة الدعاء، ليلة اجتهاد في الدعاء. فلم تسأل هل أجتهد في الدعاء أو لا، لأن هذا متقرر عندهم، ولكن سألت ما تقول. فمن المتقرر عندهم أن ليلة القدر ليلة اجتهاد في الدعاء، وأن المسلم مما ينبغي أن يتحراه في ليلة القدر دعاء الله، ويكثر من دعائه سبحانه وتعالى، ولا سيما بهذه الدعوة العظيمة المباركة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. قالت: إن وافقت ليلة القدر. وليلة القدر كما لا يخفى أشرف ليالي السنة وخيرها على الإطلاق وأعظمها، ليلة فخم الله سبحانه وتعالى أمرها وأعلى شأنها، وأنزل سورة تامة في تفخيمها وإعلاء شأنها وبيان عظيم فضلها: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. فهي ليلة مباركة وليلة سالمة وليلة كلها غنيمة وربح لمن وفقه الله سبحانه وتعالى لحسن اغتنامها. ومن عظيم بركة هذه الليلة أنها خير من ألف شهر، أي العمل فيها وهي ليلة واحدة خير من العمل في ألف شهر ليست فيها ليلة القدر. والألف شهر بحساب السنوات تزيد على 80 سنة، عمر رجل معمر أكثر من 80 سنة ليلة واحدة. فانظر ثواب الله ما أعظمه، انظر ثواب الله عز وجل ما أعظمه، ليلة واحدة ثوابها خير من ألف شهر، خير من أكثر من 80 سنة. كيف لا يجتهد المسلم في تحريها؟ كيف لا يجتهد في اغتنامها؟ مع أن بعض الناس تمر عليه الليالي التي يرجى أن تكون فيها ليلة القدر، العشر الأواخر من رمضان وهي فيها ليلة القدر، تمر عليه كسائر الليالي لا يفكر في اغتنامها، في تحري الدعاء فيها، في العبادة، في القيام. النبي صلى الله عليه وسلم خص ليلة القدر بقوله: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ولهذا نبينا عليه الصلاة والسلام إذا دخلت العشر أحيا ليلة وأيقظ أهله وشد مئزرة، كل ذلك تحريا لهذه الليلة وهي في العشر، ولا يجزم في أي ليلة من ليالي العشر، ولهذا تتحرى في العشر كلها من أولها إلى آخرها، حتى إذا كان رمضان 30 ليلة 30 يتحراها المرء، يتحرى هذه الليلة العظيمة المباركة حتى لو كان ليلة 30. فهي ليلة عظيمة ينبغي على المسلم أن يحسن تحريها، ويحسن في مجاهدة نفسه على حسن العمل فيها، يقبل على كتاب الله، على ذكر الله سبحانه وتعالى، على قراءة القرآن، على الصلاة، على الصدقة والبذل، على الدعاء والإلحاح على الله سبحانه وتعالى فيه. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يدركون ذلك، ولهذا جاء هذا السؤال العظيم، هذا سؤال مبارك من أم المؤمنين، سؤال مبارك من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، تقول: أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. سبحان الله، هذا الدعاء عند ما يتأمل المتأمل يجد أنه مناسب غاية المناسبة
وجميع أدعية النبي صلى الله عليه وسلم الموظفة في أوقات معينة مناسبة تمام المناسبة للأوقات التي وظفت فيها. فهذه الدعوة التي يشرع أن تدعو بها ليلة القدر مناسبة تماما لليلة القدر، ولا يأتي عن نبينا عليه الصلاة والسلام إلا ما هذا شأنه مناسب تمام المناسبة. عائشة رضي الله عنها لما قالت ما أقول، هي تعرف أنواعا من الأدعية، لكنها سألت عن ماذا؟ عن دعاء يناسب هذه الليلة العظيمة جليلة الشأن التي يتحرى فيها الدعاء، فأرشدها عليه الصلاة والسلام أن تقول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. استحضر هنا قول الله سبحانه وتعالى في سورة الدخان فيها يفرق كل أمر حكيم، أي ليلة القدر فيها يفرق كل أمر حكيم. قال أهل العلم في المعنى أي فيها يقدر ويكتب ما هو كائن إلى ليلة القدر المقبلة من السنة القادمة، فيكتب ما هو كائن على العبد أو العباد إلى ليلة القدر الأخرى. هذا معنى يفرق. حتى أيضا قيل من معاني تسميتها ليلة القدر هذا المعنى، وقيل إنها سميت بذلك لعظم قدرها، وقيل أقوالا أخرى. ففي ليلة القدر يفرق كل أمر حكيم، أي يكتب في تلك الليلة ما هو كائن إلى ليلة القدر الأخرى، وهذا يسميه العلماء التقدير السنوي. والتقدير السنوي يكون ليلة القدر، التقدير السنوي يكون ليلة القدر ما هو كائن في السنة إلى ليلة القدر الأخرى. وهذا التقدير ليس خارجا عن التقدير الذي كتب في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، ليس خارجا عنه، بل هو داخل فيه وهو فرع عنه. ولهذا يسمي العلماء هذه التقديرات مثل التقدير السنوي، التقدير العمري في حديث ابن مسعود وغيرها من التقديرات، يسميها العلماء تقدير من بعد تقدير، يعني داخل في التقدير الأول وليس خارجا عنه، تقدير من بعد تقدير. فليلة القدر يكتب فيها ما هو كائن إلى ليلة القدر الأخرى. إذا استحضرت أن ليلة القدر يكتب ما هو كائن عليك أنت أيها العبد إلى ليلة القدر الأخرى، فكم هو عظيم أن تقبل في هذا الوقت الذي تكون فيه هذه الكتابة على الله عز وجل أن يعفو عنك. كم هو عظيم أن تقبل على الله بالدعاء أن يعفو عنك. إنك أيها العبد إن عفى الله عنك كتب لك الخير العظيم. وصار هذا السؤال الذي هو سؤال العفو الذي تطلبه من الله سبحانه وتعالى في تلك الليلة أمر ترجوه لنفسك في السنة كلها، لأنه يكتب فيها ما هو كائن إلى ليلة القدر الأخرى. ولهذا من أحسن ما يكون أن تسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنك، وألح على الله سبحانه وتعالى في ذلك. حتى لو كان المرء يا إخوان، حتى لو كان المرء عنده معاصي، عنده تفريط مفرط وعنده معاصي، ينبغي أن يجتهد بهذه الدعوة، لعل دعوته بإلحاح على الله في تلك الليلة تكون سببا لدخوله باب الهداية. أنا أذكر قصة أرويها لما فيها من فائدة، لا لشيء إلا لما فيها من فائدة. سنة من السنوات الماضية في ليلة 27 كنت خارجا مع الوالد والجد رحمه الله إلى الحرم لصلاة التراويح، وإذا سيارة بعيدة عن البيت، وإذا الموسيقى عالية في ليلة 27، الليلة التي تحرى أكثر أن تكون ليلة القدر. فذهبت وإذا فيها مجموعة من الشباب، قلت يا شباب إذا ما استطعتم تصلون مع الناس وتدعون الله عز وجل في هذه الليلة المباركة، أقل شيء أطفئوا هذا الصوت العالي، أوقفوا هذا الصوت، فأغلقوه. ثم قلت لهم هذا الحديث، قلت لهم هذا الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها. ثم قلت للقريب مني حفظت الدعاء؟ قال نعم. قلت أعده.
فأراد أن يعيده ما عرف، فعدته عليه مرتين ثم قلت أعده فأعاده، قلت هذا كرره اجعلوه على ألسنته. ثم بعدها أنا نسيت القصة، بعدها بتقريبا 5 أو 6 سنوات ذهبت إلى جهة دينية في إحدى المدن والتقيت بالعاملين فيها، ولما انتهيت جاء وجلس بجنبي شاب ملتحي سماه الخير، قال لي تذكر الشباب الذين قصتهم كذا وكذا؟ فذكرني، ذكرت، قال أنا واحد منهم والله عز وجل هداني من تلك الليلة، يقول من تلك الليلة جعلت هذه الدعوة على لساني أدعو الله وأكررها حتى انشرح صدري وما كان في قلبي من محبة لأشياء باطلة ومحرمة، يقول أذهبها الله عني. ولهذا أقول ينبغي حقيقة، ينبغي حتى أيضا أن نتعاون على هذا الأمر، خاصة الآن وسائل الاتصال، إذا تعرف أحد من أقربائك عنده معاصي عنده ذنوب أرسل له، قل له أنصحك نصيحة لوجه الله، أكثر من هذا الدعاء اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنه، أكثر في العشر من هذا الدعاء العظيم، وإن شاء الله سترى خيرا. فهذه الدعوة مناسبة تماما في هذه الليلة المباركة ليلة القدر، قال قولي اللهم إنك عفو، المطلوب العفو والتوسل إلى الله بهذا الاسم العظيم، توسل إلى الله سبحانه وتعالى بهذا الاسم اللهم إنك عفو تحب العفو، فالله عفو، العفو هذا اسمه والعفو صفته سبحانه وتعالى، يعفو عن السيئات ويحب العفو سبحانه وتعالى، يحب أن يعفو عن عباده،